الدكتور والدون ما نخش. تاني علاج بالليزر، علاج تجميل. مستر بين رجل أضحك الناس بدون أن يتكلم، شارلي شابلن نفس الكلام. هنشوفهم كتير الفترة الجاية دي لأنهم لهم علاقة وثيقة بالطب، وكانوا طبعا هو هنا بيبين إزاي المريض مزعج جدا على كرسي الأسنان. المريض مزعج كمان في تصرفاته مع أسنانه، الحياة ناس مزعجة في تصرفاتها مع أسنانه، يعني في مشاكل كتيرة بتدمر الأسنان الناس بتعملها، يعني مثلا أكل التلج، ناس كتير قوي بتاكل تلج، يروح ماسك كده واحنا داخلين على فصل الصيف يروح جايب حته تلج كده عمال يقعد يجرش فيها كده، طب دي بتبوظ السنان، بتكسر السنان. كمان ان حد يلعب رياضه عنيفه من غير ملاكمه، مش عارف ايه بيلعب الرياضه العنيفه دي، تشمل كمان التنس، يعني التنس يعتبر من الرياضات العنيفه، الاسكواش من اعنف الرياضات، من غير ما يحط واقي اسنان، طب ما اسنانك ممكن تتكسر بسهوله، واحد بيتحرك كده في السله مش عارف ايه، لازم يبقى فيه واقي اسنان. برضو الرضع قبل النوم، رضع طفل قبل النوم بيضر بالاسنان جدا. ثقب اللسان، في مصر قليل الحاجات دي، في اوروبا كتيره لكن في مصر بدات تزيد ثقب اللسان، ثقب الشفايف. انا شايف ان الحاجات دي في منتهى الخطوره، يعني ده رايي الشخصي طبعا العلمي، لانه الفيروس سي و الاخير والانفكشن هيزيد جدا معدلاته، لكن كمان الاسنان بتنضر لما تلتصق القطعه المعدنيه المسكوب بها اللسان او الشفايف، حلق اللي هو قرط الشفايف ده بالاسنان، يقعد يعمل فيها الريتيشن عنيف جدا. كمان أقراص الاستحلاب، أقراص الاستحلاب في منتهى الخطورة، والناس اللي بتاخدها من غير وعي ده في منتهى الخطورة. كمان المياه الغازية، ناس كتير فاكرة ان المياه الغازية حاجة سهلة، ده المياه الغازية بتضر الأسنان بشكل كبير جدا. الحاجة بقى الخطيرة انك تستخدم سنانك في فتح العلب، يا باشا سنانك هي للأكل، سنانك مش فتاحة علب، مش فتاحة اي حاجه، في ناس على طول شغاله هات يا عم افتح بسنانه، ده غلط جدا شديد الخطا. مشروبات الرياضيه في منتهى الخطوره. برضو من الحاجات المهمه جدا او الخطيره جدا مطغى اقلام الرصاص، ده ممكن يدمر الاسنان بشكل كبير جدا. في الاخر شكل سنانك مش هيبقى حلو، في الاخر هتحتاج تجميل، وهو ده موضوعنا النهارده، متى نحتاج تجميل اسنان؟ هل تجميل الأسنان مقصور على المشاهير؟ هل كلمة ابتسامة هوليود أو شكل هوليود أو شكل النجوم كلمة واقعية، ولا لازم كل الناس يبقى أسنانها حلوة؟ ده كلام مهم جدا لازم النهاردة نفهمه، وهنعيش النهاردة حلقة شديدة الأهمية بعد اللي أنا قلت لكم ده. أوعى حد يقعد بقى يفتح حاجات بسنانه ويحط الرصاص في بقه، قلم الرصاص في بقه، ده في كبار بيبقى قاعدين طول اليوم وشايفين عبقرية. ماشي يا عم العبقري، تعال شوف العبقرية تدفع ثمنها ايه، بس هنصلحها لك. تعال نشوف كلام مهم جدا في عالم تجميل الأسنان في حلقة شديدة الأهمية، عنوانها هل التجميل مقصور للمشاهير ولا لازم كل الناس تعمله؟ ها؟ ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم الأسنان، بيسعدني جدا حواره العلمي المتقن للغاية، العلمي للغاية، الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص، مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان علميا، مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه، نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزماله الدولي لتجميل الاسنان. ضيف العزيز الدكتور كريم ابراهيم، اهلا بيك يا دكتور كريم. اهلا وحشني والله. الله يخليك. حلقه النهارده مثيره جدا وعنوانها التجميل، صح كده؟ والزراعه داخله معانا كمان طبعا. خلينا نبدا حواري الاول معاك بسؤال كلاسيكي علمي، ما هو طب الاسنان التجميلي؟
هو الكوزماتيك دينتستري يعني كلمه ابتدت تبقى دارجه الفتره الاخيره. الكوزماتيك دينتستري هو التجميل، او انك ازاي تقدر توريستور الاسنان او تعوض الاسنان اللي موجوده بشكل كويس، او بسمايل ديزاين كويس، او برسمه كويسه تليق على شكل المريض. ابتدى هوليوود اكترز في امريكا وابتدوا يعملوها، وابتدت الناس كلها وكل الدول تبتدي تقلدهم. وبعدين حصل ديفكت فتره من الزمن ان التجميل بقى بيتعمل شكله سيء جدا جدا جدا، الى ان الفتره الحاليه بنحاول نرجع تاني فكره السمايل ديزاين او رسمه الابتسامه، وازاي ان هي تتعمل مظبوطه على فم المريض. طب الاسنان التجميلي ده اختصاص صح؟ هو يعني ما فيش جامعه فيها اختصاص اسمه تجميل، يعني ما فيش جامعه بتدي ده، بس هي وذن اقسام كتير. يعني الريستوراتيف او تعويض الاسنان لازم بيدرس لك بقى وبيشرح لك السمايل ديزاين، رسمه الابتسامه وازاي تتعامل كويس. اللي بيدرس علاج لسه بيفهمه ازاي علاج اللثه يتناسق عشان يعمل سمايل ديزاين. فهو ريسنتلي بقى برانش، يعني ريسنتلي بقت الناس بتدرسه لوحده وياخدوا البروجرامز بتاعته لوحده ويدرسوه لوحده. لكن لحد دلوقتي ما فيش جامعه في العالم، يعني من الجامعات المحترمه، عملت قسم سميته كوزماتيك دينتستري او تجميل الاسنان. لكن هو ويذن كل برانش بقى بارت مهم في البرانش ده. يعني اي حد بيدرس اي حاجه في طب الاسنان بقى ياخد معاها تاثير ده على السمايل ديزاين او تصميم الابتسامه. ريسنتلي بقت احنا الفتره دي بقينا نحاول ندرسها. يعني انا بقيت بسافر كل فتره عشان اشوف الكورسز والحاجات اللي بتتعمل على فكره السمايل ديزاين بس، رسمه الابتسامه بس. فبقى علم كبير ومحتاج يدرس كتير، ومحتاج كل يوم نبقى في ابديت جديد. يعني واحنا بنطبق فلسفه التجميل دي على الحالات، هنبدا باول حاله نطبق فيها الكلام اللي احنا قلناه. اللي هو برضو النقطه المهمه قوي، ان التجميل ليس لون، صح كده؟ لا، التجميل مش لون خالص. بالعكس، يعني التجميل فيه 100 برانش، وزي ما قلت انا بدرس يعني 54 نقطه في وش المريض، نقطه منهم اللون، يعني نقطه ضمن 54 نقطه انا بشتغل عليهم. فبالتالي التجميل مش لون خالص. احنا لو شفنا اول حاله معانا هنكتشف ان المريض في الحاله دي اسنانه او الشكل الاولاني شكل يخض شويه. يعني المريض لما هتيجي تبص له من بره كده وانت لسه بتبدا تاخد اول صوره ليه، شكل يخض شويه. ابتديت اقول لهم، وده البروتوكول بقى اللي احنا متعارفين عليه خلاص، خش الاستوديو ابتدي صور اسنانك، ابتدي صوروه الفيديوهات بتاعته. لو حضرتك شفت الصوره الريتراكتد دي هتشوف ان القصه بالنسبه لاول شخص بيصور، لا احنا داخلين على شغل كتير، او في سمايل اناليسز او تحليل للشغل ده هيتم. ابتديت الصوره دي تجيلي عن طريق، بعد ما الاستوديو دخل عندي في الكلينيك ابتدى يتصور الصور بتاعته، خد حوالي 21 صوره، خد 3 4 فيديوهات و ابتدينا نعمل الاشعاعات بتاعتنا، ابتدوا يجيبوا لي صوره صوره وابتديت احللها. واحنا هنا جايين دايما بنحب الناس تحضر معانا مرحله التحليل، هنعمل ازاي اناليسز للشخصيه دي عشان نقدر نظهر لها ابتسامه جيده. دي اول صوره يا دكتور ايمن. ابتديت انا امسك الماركر بتاعي واعلمها عشان الناس تتخيل ايه الصعوبات اللي ممكن دكتور الاسنان يواجهها في حاله زي دي. لو بصينا على السنتين اللي في الوسط اللي هم بنسميهم التو سنترالز، الجزء اللي هو قريب من اللثة اللي بيسموه السيرفايكال اريا متاكل تماما، يعني ما يغركش ان السنه شكلها كامل كده. احنا بمجرد ما هننظف التسوس في السنه دي هتبدا السنه دي تبقى متهالكه بشكل كبير، متاكله بشكل كبير. فيبقى اول حاجه بقول لها الدكاتره اللي عندي، خدوا بالكم ما تتخدعوش بالشكل، السنه دي لما هيتشال منها التسوس هتبان متاكله ومتهالكه. ادرسوا لي الصبغات او الستينز اللي على الاسنان دي، وشوفوا لي الستينز دي هل مأثره على التكوين الداخلي للسنه، ولا هي حاجات خارجيه بس. كويس قوي الزوم اللي اتعمل ده عشان الناس تشوف معانا اكتر. طيب تاني نقطة، ودي نقطة مهمة قوي، مستوى اللثة بتاع السنتين اللي في الوسط، وانا معلم عليهم بسهمين فوق، هل هو اعلى من السنتين اللي جنبيهم، ولا اوطى، ولا موازي ليهم؟ لو شفنا ان في سنة موازية للسنة اللي جنبيها والسنة التانية اعلى سنة، فقررت ان احنا لا هندخل دكتور علاج اللثة عشان يبدأ يعللنا مستوى اللثة هنا شوية. لازم السنتين اللي في الوسط يبقى مستوى الجينجيفال بروفايل بتاعهم اعلى شوية. طب تعالوا نخش في القصة الاكبر شوية، السنتين الصغيرين اللي جنبيهم، لا هنرجع يا جماعه تاني للصوره اللي قبل. لسه السنتين الصغيرين اللي جنبيهم هم متاكلين تماما. طيب يبقى احنا عايزين ديسيجن من مين؟ من دكتور علاج الجذور،
وهنعمل اشعه مقطعيه نشوف السنتين دول ريستوربل، يعني احنا هنقدر نعالجهم، هنقدر نبني عليهم يعني، ولا هنستغنى عنهم ونستخدم زرعتين مكانهم؟ ما هو التفكير او احنا واحنا بندرس الحاله بيبقى هي دي الاسئله اللي بنسالها لنفسينا. فبالتالي عرضتها على دكتوره علاج الجذور وابتديت اعمل لها اشعه مقطعيه عشان اشوف حاله العظم، والاجابه كانت مفاجاه غريبه جدا ان هم ريستوربل، هنقدر نشتغل بيهم، المريض ده مش محتاج ان احنا نزرعه. يعني لو سالتني في الراي كنت اقول لك لا، من النظره الاولى هيقول لا نخلعهم احسن يا جماعه، دول سيئين جدا ويخذلونا بعد كده. فهي دي برضه يا دكتور ايمن بناكد عليها وجود متخصصين. انت القرار بتاخده دايما من متخصص. طيب معلش هنرجع تاني للصوره اللي قبليه، هي تفاصيلها كتير شويه فهنتكلم فيها اكتر. شايفين الخط اللي تحت يا جماعه اللي انا رسمه ده؟ الخط ده دكتور ايمن مايل مش خط ستريت، فبالتالي احنا هنفهم ان السنتين اللي في الوسط الانسايز الايدجز او المستوى بتاعهم مايل، نازلين يشربوا من البحر شويه زي ما احنا شايفين، فدي نقط مهمه. طيب نخش على الصوره اللي بعديها، هنكمل دراستنا للحاله وهنبدا نشوف مستوى النبات اللي هم الكاناينز، الدروس اللي بيسموها الاي توث، هنلاقي ان في واحد اعلى من واحد، يعني الخط اللي انا رسمه ده برضو في زاويه في ميل بالظبط. فدي يا دكتور ايمن بقى حاجات لازم تتاخد بكلوزات وندرسها ونشتغل عليها كمبيوتر، ان مستوى النب هنا اعلى من هنا. فانا كان عندي فنانه بتعاني ان شكل اسنانها كلها عامله كده مايله، نتيجه ان اللي عمل التجميل ما خدش باله ان الناحيه دي مستوى اللثه هنا عالي وهنا مستوى الاسنان واطي، وجمل على الشكل ده وراح مبيض الصوره قوي، فالناس ابتدت تاخد بالها اكتر. فبتقول لي دايما شكلي كده وابتدينا نعدل ده. طيب دي نقطه ثانيه هنبدا نشتغل عليها. لو بصينا على الصوره اللي بعديها واحنا لسه في تحليل الابتسامه، وهنا نقطه خطيره دكتور عيني. دلوقتي انت قررت مع المتخصصين بتوعك ان انت هتبني السنه اللي في الوسط دي عشان تستعيدها تاني. في تحت في كذا بالظبط كده، المقابل ليها هيبقى عامل ازاي؟ احنا عندنا هنا سنه معوجه اللي هي السنه اللي انا راسم ليها سحم مايل بالشكل ده، والنب معدول كويس في وضعه مستقر. فبالتالي لازم الدكتور اللي بيشتغل وبيحضر الفينير وبيجهزها هيفهم ان السنه دي مشكلته الرئيسيه، السنه اللي اتعوجت دي وخدت الكيرف ده هتعاكس السنه اللي لما هتيجي تبنيها فوق وتشتغل عليها. فدي نقطه بسميهم الريسك فاكتورز، خد بالك في خطر هنا، في لمبه حمراء نورها وانت بتعمل الابتسامه بتاعتك. طيب لو رحنا الناحيه الثانيه بنفس الفكره، لو الصوره اللي بعديها، هنلاقي ان عندنا نفس القصه بس الوضع مختلف، السنه معدوله لكن الكناين او الناب هو اللي معوج وخابط في مكان السنه اللي فوق. يبقى يا جماعه دي برضو ريسك فاكتور، ان انت لما هتيجي تشتغل وتبني السنه، هي الفكره مش ان انت يبقى عندك القدره انك تبنيها قد ما يبقى عندك البريدكتابيليتي، هتتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده، المريض هيعض ازاي، هيعمل ازاي. في الرسمتين دول اذا كان الصوره دي او الصوره اللي قبليها، ابتديت ادخل متخصصه اللي هي بتاعه الريموفبل بروتيسز اللي بتدرس عضه المريض، ابتديت اقول لها ايه الحلول اللي تقدري تعمليها لي عشان احل الازمه اللي عندي بالنسبه للاسنان اللي هتخبط في السنه الاماميه. طيب لو حضرتك خدت بالك يا دكتور ايمن واحنا بنتكلم بالنسبه للصور دي، هتلاقي ان مثلا انا ذكرت اسم يجي 7-8 متخصصين، وذكرت يجي 10 نقط في حته صغيره قد كده. فانت متخيل ان في ناس بتعمل تحضير للاسنان دي وبتبدا تجهز الاسنان دي من غير ما يبصوا خالص، يعني هو ممكن ما يكونش خد صوره للمريض، حضر الاسنان، ابعت للمعمل، المعمل يجيب لي الحاجه ابتدي يشتغل. فاحنا هنا عايزين ناسس لعلم جديد يستفيد منه الاطباء ويستفيد منه المرضى، ان خد وقتك شويه وحلل، ادرس الحاجة. المريض بيعمل تجميل لاسنانه مره في العمر، يعني هي مره واحده في العمر اللي المفروض المريض يعملها، فاديله جزء من وقتك. انا عندي 18 دكتور مش جايبهم هباء، يعني انا دايما لما المريض يجي لي ويبقى مسافر من بلد لبلد وجاي لي ومصمم ان انا اللي اعمل له كل حاجه، فابتدي اقول له يعني هو احنا جايبين فريق العمل ده هباء؟ يعني الناس دي فعلا بتفيدني. I'm not a teacher and they are not a student، هم مش تلاميذي، دول ناس متخصصين، وي ار بارتنرز، احنا تيم واحد بنكمل بعض عشان نطلع شركة نتيجه للمريض. بالظبط. فبالتالي ابتديت ادرس ال 54 نقطه اللي انا بشتغل عليهم، ابتدينا نعمل اناليسز للمريض ده، والمريض ده ابتدى يقول لي حاجه غريبه جدا يا دكتور ايمن. هو اول ما دخل لي ابتديت احس المريض ده اكيد مش هيقول لي بقى انا عايز تجميل وعايز شكل اسنان حلوه، لان اللي وصل اسنانه للوضع ده كان الصراحه، وخلينا اقولها صريحه، جزء من الاهمال يعني. يعني هو وعنده سكر؟ لا مفيش سكر خالص، ده شاب يعني مفتول العضلات، صحته زي الفل يعني.
فابتديت اقول ان الراجل ده مهم شويه، ابتدى يقول لي لا انا عايز يا دكتور انا جاي لك مخصوص وعايز تجميل للاسنان، وابتديت الاقيه متعاون جدا وفاهم، وابتديت احس ان هو فهم اهميه شكل الاسنان. يعني في بني ادمين بيعدي عليهم لحظات وبيعرف ان الساعه اللي في ايده او العربيه اللي راكبها ملهاش قيمه قدام شكل اسنان فعلا. يعني انا بتكلم فيها نقطه، وده اللي احنا قدمناه للناس، يعني الثقافه اللي اديناها للناس بالظبط. هو لما شاف ابتدى يحس لا ده انا الاسنان عندي ممكن تكون اغلى من حاجات كتير انا بجيبها باسعار غاليه جدا، لا انا اهتم باسناني واهتم بشكلي وده يمكن يبقى اهم عندي من حاجات كتير. لو شفنا فيديو للراجل ده وهو بيتكلم قبل عشان الناس تتخيل نفسيته واحساسه وهو بيتكلم مع اي شخص تاني تبان ازاي. طبعا هو بيتكلم ضامن بقه قوي، بس قصدي تخيل حضرتك ان انت بتتناقش في موضوع مهم مع شخص بشكل الاسنان دي، دايما هتبقى انت احساسك بخوف شويه او باحساس ان انا الاسنان شكلها مقلق بالنسبه لي و وابتديت احس. انت قلت له انت لو ما ضحكتش مش هبدا اعمل سمايل اناليسيس، لازم تضحك عشان نبدا نشوف شكل الاسنان بيتغير ازاي. هو برضه متحكم في بقه قوي، بيحاول يقلل انه بيضحك بس تحس انه عامل كونتراكشن او انقباض لعضلات الفم. الناس فهموا ان هم هيروحوا المركز البريطاني هيضحكوا، يعني هم فهموا ان احنا مش هنشتغل غير لما يخش استوديو التصوير ويضحك عشان دي بدايه شغلنا وبدايه دراستنا على الحل. طيب تعالوا بقى نشوف بعد ما درسنا. طبعا احنا لما درسنا بندرس مع المتخصصين في يوم بننفذ، يعني احنا عندنا بقى جهاز السارك والكات كام سيستم والاشعه المقطعيه ونبدا نتحرك على طول ونشتغل. فاحنا الشغل ما بياخدش وقت خالص، لكن الاناليسز او التصميم بيحتاج هدوء مننا في دراسه الكيس. طب تعالوا نشوف بعد. قبل ما نشوف بعد بس اسمع لك، قبل ما نشوف بعد احنا دلوقتي عندنا مشاكل كتير، عندنا الاثنين السنترال السنتين الاماميتين، عندنا الاثنين اللي جنبهم اللي احنا قلنا ان هما احتمال يحصل لهم او عندنا فرصه ريستوراتيف ليهم اعاده بناء، عندنا الناب اللي في مش نفس مستوى الناب، عندنا اللسة اللي هتبدا تتعمل، عندنا السنتين اللي تحت البوزنج اللي مش عيب عليه. يعني تمام ما سابش نقطه من اللي انا قلتهم غير لما عمل لهم ريكورد. ففعلا يعني حفظنا بالظبط. تعال نشوف بعد بقى، تعالوا نشوف الصوره بعد. ده حاجه حلوه قوي، ده شكل الاسنان بعد، ده حاجه حلوه قوي. فالراجل بقى واحد تاني خالص، بقى بني ادم ابتسامه مشرقه. انا لو شفت صوره لشخص زي ده اقول عليه راجل نجم سينما، اقول عليه راجل حتى ديسنت جدا، اقول عليه راجل اعمال. راجل هي دي النقطه. طيب راجل زي الفل. هل بقى في نقطه وابتدى الناس بره يتكلموا عليها بشكل كبير قوي، هل الاسنان دي يا دكتور ايمن باينه مش طبيعيه؟ لا باينه طبيعيه. يعني هل انت وانت بتبص هل الراجل ده شكله فيك مثلا؟ العكس، دي باينه طبيعيه جدا ولونها بالزبط. كويس بالزبط. مناسب لطبيعته وبشرته بالظبط كده. لون هادي جدا لكن في نفس الوقت رسمه مظبوطه، اسنان شكلها معدل بشكل كبير. ابتدينا ناخد صورنا قبل وبعد ونبحث، حتى في اسنان جوه ما عملناهاش لسه، ده احنا عملنا الجزء الامامي اللي اتعمل والشكل. انا كنت مهم جدا للراجل ده ان هو يبان ناتشرال. ليه؟ لان دايما الناس كانت بتقول ايه، انا راجل ازاي اعمل تجميل لاسناني، ده انا شكلي هيبان بقى زي الفنانات. ده شكل راجل ديسنت واثق في نفسه عنده قدر من الابتسامه. السمايل اناليسيس سمح لنا بده. لو شفنا صوره قبل وصوره بعد هنشوف قد ايه الفارق ما بين شخص بيضحك بالشكل ده وشخص بيضحك بالشكل ده. هو لسه كمان في اجزاء في سنانه لما تتعمل هيبقى اجمل، الداخليه اللي تحت بقى دي ريفلكتد برضو على الدنيا. ودي نقطه انا بقولها للناس، ما تبدا يعني ابدا بالجزء يعني ابدا باللي تقدر تعمله بالظبط كده. هي دي البوينت. يعني احنا يعني المريض لما يقدر يعيش حياته بالشكل ده غير لما يعيش حياته بالشكل القديم. فبالتالي سمايل ديزاين، سمايل اناليسيس، تصميم للابتسامات بتسمح للمرضى ان هم يوصلوا لاجمل نتائج. يبقى ادي اول حاجه بتثبت وجهه نظرنا ان التجميل مش اسنان بيضاء. التجميل ما بيعتمدش على الاسنان البيضاء، التجميل ده علم لازم يدرس ويشتغل عليه فريق عمل من المتخصصين. الفيديو اكيد بعد الفيديو بعد موجود طبعا. يعني لو شفناه وبصينا عليه بيبتسم ازاي هذا الشخص الجميل بالظبط. ولو شفنا كمان بقى فيديو قبل وبعد هنتفاجئ بكميه الرياكشنز المختلفه ما بين الاثنين، ما بين في رياكشن الابتسامه، رياكشن الابتسامه ورياكشن الردود ورياكشن الكلام ورياكشن البوز. كل الفيديوهات دي هتسمح لنا نشوف قد ايه الفارق ما بين مريض بيتكلم بالاسنان دي ومريض بيتكلم بالاسنان دي. هنا طبعا في الناحيه اليمين خلي بالكوا هو بيتكلم دايما ضامن بقه، دايما ضامن وعايز يتكلم يقفل. هنا في الناحيه الشمال فاتح بيتكلم عادي جدا،
بتلقائيه، بيضحك زي ما هو عايز، بيكمل الضحكه. طبعا ضحكه الشاب الناحيه اليمين دي ضحكه راجل كبير في السن عجوز قوي بالظبط. يعني ده تحليل بقى مش محترفين يعني. انا متخيل ان لو واحد بيبص على الفيديو بتاع اللي قبل بس هيديله مثلا 50 60 سنه يعني سن كبير يعني. طبعا هنا ده شاب بيتكلم وهو فعلا سنه كان شباب يعني عشرينات يعني. فبالتالي دايما تصميم الابتسامات عندنا بيفرق جدا، ازاي تدي للمريض شكل متناسق وفي نفس الوقت تدرسه كويس وتنفذ العلم اللي احنا سافرنا وتعلمنا بيه. ضيف العزيز دكتور كريم ابراهيم كالعاده مبدع. الله يخليك، خليكوا دايما مع دكتور. افضل برنامج علمي الدكتور والناس الحلوه الدكتور ايمن رشوان. بدأت المشوار ربما وكانت صعبا في بدايته، واستمرينا وكملنا، واليوم استطيع ان اقول في هذه الامسيه الرائعه اننا حققنا معادله صعبه بين الطرح الطبي الذي نراه دائما صعبا مملا احيانا وبين ما يتوجهه الاداء التلفزيوني من تشويق وابداع. وانا امسك في يدي بهذه الجائزه القيمه في هذا المكان الراقي والمهرجان الممتع، استطيع ان اقول اننا نسير على الطريق. اشكركم واحبكم واقدركم واتمنى لكم دائما كل الصحه والسلامه. الحقيقه التكريم جه في وقت مهم جدا بالنسبه لنا. انت عارفه الثقافه المصريه كانت في خطر، الثقافه المصريه فيما يتعلق بالوعي الطبي كانت في خطر شديد جدا، وبعدين الناس كانت هتتخطف ورا الدجل والنصب لغايه دلوقتي، والمنتجات اللي بتتباع في حته غريبه تحت مسميات طبيه، وناس المرضى غلابة طيبين بيمشوا ورا الحاجات اللي هي اللي فيها دجل ونصب بيستسهلوا، وده غلط. ثقافة الاستسهال قلنا كتير انها غلط شديد جدا. احنا بنينا ثقافة عند الناس تفهم ازاي تتعالج، ازاي تفهم المرض، العلاج بفحوصات، بعلاج صح، باسلوب علمي منضبط. يجي بقى الجائزة دي تقولك ان انت ماشي على الطريق الصحيح، ماشي على التراك الصح، ماشي على يعني الناس فعلا مصدقه الطب الصح، الطب المنضبط، الطب الاكاديمي، الطب اللي قائم على اساتذه في كليه الطب او استشاريين، ناس واخدين شهادات محترمه جدا. الحاجه الثانيه دي مهمه جدا اللي قدمناها، صوره الطبيب المصري للمجتمع العربي، ده مهم جدا. ربنا سهل ونكمل زي ما احنا ان شاء الله رغم كل الصعوبات ورغم كل المعوقات اللي بتقف قدامنا. فانا مبسوط فرحان طبعا جدا.